السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف محرك البحث يو. ده محرك بحث معتمد على الذكاء الاصطناعي، وانت بتدور عليه كأنك دخلت مثلا على شات جي بي تي، وبرضه بيجيب لك موقف، هو بيجمع بين الخيرين يعني. تمام، طيب هقول له دلوقتي انتروداكشن يو شات، يعني هقول له بقى عرف نفسك كده، نبدأ نتعرف عليه. فبدأ يقول معلومات عنه، فممكن تسأله عربي او انجليزي. هل أنت محرك بحث مثل جوجل؟ شايف نفس فكرة شات جي بي تي، بيقول لا أنا مش محرك بحث زيه، ما تغلطش فيا، ده أنا محرك لغوي تعليمي بيساعدك على الإجابة على الأسئلة الخاصة بيك، في إن أنت تدردش معاه. تمام، مش بيديك موقع ويقول لك تدور فيها. طيب إيه تاني مميز في شات يو؟ ممكن تقول يو كود. يعني ايه يو كود؟ يعني اكتب لي كود، يعني بدل ما تقعد تكتب انت لغة برمجة وكده، هو جاهز. تمام، والميزة ان هو في اكواد كتيرة جدا، مش لغة ولا اتنين، لغات بايثون والسي شارب وكده، لا هتلاقي عشرات اللغات اللي انت ممكن تعتمد عليه فيها. في يو رايت، يعني يو رايت يعني يكتب لك مقالة، تدي له عنوان حاجة وهو يبدأ ان هو يكتب لك مقالة. في يو ايمج، تمام، يبدأ ان هو يوجد لك صور وهكذا. طيب يو كود، عايز مثلا ايه؟ بايثون كود، كود مثلا فور داون لود كول ايمجز فروم سايت، عندي موقع وفي صور كتيرة، فانا عايزه ياخد كل الصور ويجيبها لي. فبدأ يجيب لك الكود اهوت، تقدر ان انت تنسخه كود كامل. تخيل كان في مبرمج بيشد شعره يقول لك يعني ايه الكود ده عشان اكتبه ممكن ياخد مني 3 ايام، احنا ضغط الزر طلع لنا. تمام، ممكن تحط اي حاجة هو يبدأ من هناك، يعني هو مش بيدور سيرش، لا هو بيكتب لك كود وتختار بقى، لا ده انا عايز بايثون، لا ده انا عايز لغة كذا، تبدأ تختار اللغة اللي انت عايز الحاجة يبقى مكتوب بيها. تمام، طيب هنا اكتب المقالة بتاعتك. تمام، عندنا يو رايت، تقول له مثلا عايز كتابة دبلوماسية، عايز حاجة مناسبة للسوشيال ميديا، عايز لغة الخطاب ودية مثلا او كذا، وتقول له انت مثلا هنتكلم عن ايه. تقول له مثلا عايز اكتب عن الذكاء الاصطناعي، يجيب لك مقالة كاملة عن الذكاء الاصطناعي بمجرد ان انت كتبتها. الجميل ان هم نزلوا دلوقتي تطبيق بيقدر يكتشف الحاجة اللي الالجوريزم كتبها مع الحاجة اللي الانسان الطبيعي كتبها، يعني حد حب ان هو يزور تتقفش على طول. يعني لو انت بعت للدكتور بتاعك مقالة ذكاء صناعي كتبها هتتقفش. بص كل ده مجرد ان انت كتبت له كلمة واحدة راح كتب لك مقالة كاملة. فالطلبة اللي عليهم امتحان بكرة ومناموش وحابب يعملوا حاجة زي كده هتقفشوا. تمام، طيب في محركات بحث مثلا ايه خاصة بالصور، مثلا ان انت تقول له انا عايزك تكون لي صورة، مثلا عايز اكيوت دوج ان سبيس، ماشي، هو مش بيدور بقى على الصور، هو بيكون لك صور زي الموقع اللي هي بتكون الصور، هو بيبدأ يكون لك صورة جديدة مش موجودة عنده في قاعدة البيانات ولا ليها حقوق ملكية ولا حد شافها قبل كده. تمام، ممكن نقول له مثلا بدل دوج دي مثلا عايزين انت نملة. تمام، يبدأ بقى هو بقى ايه يكون لك صور ويجيب لك نمل ويحط له في الفضاء. والجميل لو صورة ما عجبتكش ما تشتمش، يعني عادي هتروح دايس على الزرار تقول له اعمل لي صورة تانية، يعمل لك صورة تانية ان شاء الله تعجبك. يعني هو خلاص الموقع بيعمل لك بيكون لك صور، بيكون لك بيدردش معاك، بيكون لك كود، هو ناقص بس ايه تقول له اعمل لي شاي يعمل لك شاي. فياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عندكم موقع حلو زي دوت ياريت تقولوا لنا في التعليقات.